ومعنا تاني هرمونات البوستيريور بيتيوتري. بوستيريور بيتيوتري هرمونز، قلنا رقم واحد الانتي دايوريتيك هرمون، والنهارده بنواصل الحديث عن هرمون اخر وهو الاوكسيتوزين. خارج من لي، طالع منين؟ من لي، من البارافنتريكولار نيوكلياي بتاعه الهايبوثالامس. بيتخزن فين؟ في البوستيريور بيتيوتري، فهو احد البوستيريور بيتيوتري هرمون. ايه الميكانيزم اوف اكشن؟ على الرغم انه مش مكتوب، يعني ممكن تضيف ورايا، بيزود الانتراسيلولار كالسيوم. اكشنز وريجوليشن متداخلين، الوظيفه والريجوليشن بتاع الاوكسيتوسين هرمون متداخلين مع بعض. هو هرمون بالعربي اهو هرمون الولاده والرضاعه والجماع. هرمون الولاده بتحتاجه المدام ديورنج ليبر اثناء الولاده في غايه الاهميه، بنسميه هرمون الولاده، او بنقول عليه كمان هرمون الطلق اللي بيحمي الطلق. ديورنج ليبر يا دكاتره زي ما قلت لحضرتك هتكلم عن الفانكشن والريجوليشن بتاعتها في نفس الوقت. اثناء الولاده البيبي يا دكتور مال عزيز نورمال ليبر، يعني البيبي بيبقى نازل براسه من اليوترس للفاجينا للشارع. البيبي وهو نازل براسه بيعمل ستريتش في السيرفكس عمق الرحم، فتطلع امبلسز توصل للهايبوثالاموس للبارافنتريكولار نيوكلياي وتدي اشاره للبوستيريور بيتيوتري ويبدا يطلع الاوكسيتوسين. بتعمل ايه يا اوكسيتوسين؟ ايه الاكشن بتاعك؟ انا بزود الكونتراكشن بتاع الرحم بتاع اليوترس بتاع البريجننت يوترس، والكونتراكشن ده بيبقى قوي جدا بينفول، يصل الى الالم الشديد من اشد الالام الام الوضع، ويحصل كونتراكشن فيعمل اكسبالشن لهذا الفيتس لهذا البيبي، يزق البيبي ويحصل الدليفري بسلامه الله وامانه وحمده. يبقى اول احتياج لهذا الهرمون العظيم اوكسيتوسين ديورنج ليبر اثناء الولاده. ايه الاكشن بتاعه؟ contraction of pregnant uterus. ده هرمون بيعمل contraction، عشان كده لما قلت لك الميكانيزم اوف اكشن انه بيزود الانتراسيلولار كالسيوم لانه بيعمل contraction، ده كلمه السر، وكلمه السر وايون البطل في اثناء الكونتراكشن هو الكالسيوم. الريجوليشن بتاعتها ستريتش للسيرفكس عنق الرحم او ستريتش لهذا اليوترس، send impulses الى الباراventricular nuclei، تبعت اشاره امبلس الى البيتيوتري بوستيريور بيتيوتري يطلع الاوكسيتوسين. بتعمل ايه الاوكسيتوسين؟ بعمل كونتراكشن لهذا اليوترس بساعد في الولاده. هرمون الرضاعه اللي برضه ليبر من شويه وال الثانيه لاكتيشن. هرمون الرضاعه دكاترتنا الافاضل ادي الالفيولاي او ملك الفولاي في الماماري جلاند في البريست. الملك الفولاي دي يا دكتورنا بيبقى في حواليها خلايا مايو ابيثيليال سيلز، هي ابيثيليال سيلز لكنها متحوره، بيبقى لها وظيفه عضليه مايو عضليه مايو ابيثيليال سيلز، ودي بتبقى عليها مستقبلات للاوكسيتوسين. بتعمل ايه يا اوكسيتوسين؟ انا بعمل كونتراكشن في المايو ابيثيليال سيلز دي اللي محاطه بالالفولاي،
يعني بعمل contraction في المايو epithelial cells فبعمل squeeze للملك. بنعمل حاجة اسمها بتعبير كتابي milk ejection. ده انا بزق الملك اطلعه من الملك ducts من الملك الفولاي عن طريق الملك ducts. بيسموها milk ejection او نفس اللفظ milk letdown. ايه الريجوليشن بتاعت القصة دي؟ ايه المنظم لعمل هذا الاكشن؟ ان البيبي اثناء السكلينج، البيبي وهو بيرضع من امه اثناء السكلينج من النبل بتطلع امبلسز تروح للبارافنتريكولار نيوكلياي، والبارافنتريكولار نيوكلياي تدي اشارة البدء لخروج الاوكسيتوسين من البوستيريور بيتيوتري. يخرج الاوكسيتوسين يعمل كونتراكشن في المايو ايبيثيليال سيلز فيفضي ويطلع ملك على طول ملك ايجكشن. يبقى مع السكلينج هيحصل ملك ايجكشن ببركة الاوكسيتوسين، هو هرمون من هرمونات الرضاعة، هرمون الرضاعة الثاني اللي معانا النهاردة. ليبر اللي رقم واحد، لاكتيشن اللي رقم اثنين، اللي رقم ثلاثة عذرا يعني هي لاف او تعبير بالكناية عن كلمة سيكشوال انتركورس. له دور اثناء الجماع ميل وفيميل. خلي بالك ان الهرمون ده متحيز تحيز كبير جدا لصالح الفيميل، ده احنا بنتكلم ليبر بنتكلم لاكتيشن، لكن في السيكشوال انتركورس بيبقى له دور ميل وله دور ايضا فيميل. دوره ديورنج سيكشوال انتركورس يا دكاترة بيشجع عملية اسمها الفيرتلايزيشن اوف اوفم، برايمري فيرتلايزيشن اوف اوفم، يعني بيشجع عملية الاخصاب للبويضة. ازاي؟ ادي البويضة الاوفم بنت الحلال اللي موجودة في الفالوبيان تيوب مستنية لسبيرم ابن الحلال علشان يحصل التقاء اسمه فيرتلايزيشن. السبيرم يا دكتورنا during sexual intercourse بيبقى موجود، السيمن بيبقى موجود في منطقة الفاجينا، فعلشان يحصل مساعدة لهذا السبيرم للوصول إلى الفالوبيان تيوب حيث الأوفم، فهنا الأوكسيتوسين له دور في غاية الخطورة. هنا الاوكسيتوسين يا دكتورنا العزيز بيعمل كونتراكشن في الرحم في اليوترس، بس الكونتراكشن ده عكس الكونتراكشن بتاع الولاده. في الكونتراكشن بتاع الولاده بنقول انه بينفول مؤلم قوي واتجاهه لاسفل علشان يطرد البيبي للخارج، اما الكونتراكشن اللي اثناء السيكشوال انتركورس فبيبقى الكونتراكشن دوت ساحب لاعلى، بيبقى عباره عن موجات كده هو بتتحرك لاعلى، فتسحب هذا السيمن تسحب السبير بتوجهها الى انها تروح للفالوبيان تيوب عشان يحصل الاخصاب فيرتلايزيشن في الفالوبيان تيوب. يبقى ده هنا دوره ساحب للسبيرم ناحيه الفالوبيان تيوب عشان تحصل الفيرتلايزيشن اوف اوفم. يبقى during sexual intercourse عند الفيميل هيعمل contraction في اليوترس، لكن contraction ده لازم تعرف ان هو بيعمل suction ساحب شافط ساحب للسبيرم toward the fallopian tube toward the ovum عشان يحصل ال primary fertilization of ovum. دي برضو لها regulation. during sexual intercourse بيحصل stretch للفاجينا. الفاجينا والسيرفكس اللي هو عروق الرحم بيبعتوا الامبلس للبارافنتريكولار نيوكلياي في الهايبوثالامس، يطلع الاوكسيتوسين ويجي الاوكسيتوسين زي ما اتفقنا له مستقبلات على اليوترس، يعمل كونتراكشن في اليوترس ويبدا يسحب سكشن اوف سيمن يساعد السبيرم انها تتحرك الى نقطه الهدف اللي هي الاوفم اللي في الفالوبيان تيوب. الاكشن بتاعه اميل
مفيد ومهم اثناء الايجاكيوليشن لانه بيعمل كونتراكشن للفاس ديفرنس والسيمينال فيزيكلز، بيعمل كونتراكشن في الوعاء الناقل وفي السيمينال فيزيكلز، فمهم ديورنج ايجاكيوليشن ان ميل. حته صغيره نكتب بيها الكلام عن الاوكسيتوسين وهو في الريجوليشن. احنا لقينا ده كلام مشاهد ومعروف، لقينا الستات اللي بيرضعوا لاكتيتنج في ميل لو تعرضت انها تخضت ممكن يتوقف الملك ايجكشن لفتره اسبوع 10 ايام اسبوعين شهر، تلاقي يحصل نقول لك يا نهار ابيض ده انا حصلت لي خضه بعدها مش عارفه ارضع ابني، في الضلمه كده طلع لها مثلا صرصار متوحش ولا حاجه، فيعني ما تملكتش اعصابها اتخضت الخضه المتينه فتوقف الملك ايجكشن. هل دي لها علاقه بقصه الاوكسيتوسين الخضه دي الاستريس دوت المفاجئ؟ لقينا لها علاقه، اصل اثناء الاستريس ونعم الصغير ربنا عز وجل بيزود خروج الافيونات الطبيعيه. احنا عندنا شويه افيونات كده بتكيفنا بس طبيعيه مش محتاجين ان احنا نتعطاها من الخارج، اسمها كده ترجمتها والله اوبيويد بيبتايد. اوبيويد الاوبيويد بيبتايدز دي جايه من كلمه اوبيوم الافيون، دي منتجات طبيعيه ده سكريتد عندنا كده هو هندرسها ان شاء الله في السنترال نيرفس سيستم. الافيونات الطبيعيه دي يا دكتورنا بتخلينا نواجه الاسترس لما الانسان يتعرض لضغوط نفسيه وعصبيه. الست اللي تعرضت لاسترس وخضه وفير وخوف بيطلع الاوبيويد بيبتايد ده وعلى راسها افيون محترم قوي اسمه الاندورفين. نعم الصديق، بس في الموقف دوت يا دكتورنا العزيز هو طالع يسكن الام، يعمل انالجيسك افكت يسكن الالام وطالع يواجه الاستريس، لكن من ضمن مشاكله انه ممكن يقلل الريليز اوف اوكسيتوسين، ولذلك تلاقي الست مش متمالكه نفسها وتوقف الميلك ايجكشن. اوكسيتوسين من الهرمونات الهامه جدا، هرمون 3 ال طبعا في دماغك يعني ليبر لاكتيشن اند ذا. الحمد لله انهينا البوستيريور بيتيوتري وبنتكلم دلوقتي عن الانترميديت لوب. الانترميديت لوب اوف بيتيوتري ما بين الانتيريور والبوستيريور لوب في وسط انترميديت لوب، وده ما بيطلعش هرمونات في الادلت، في الهيومن في الادلت ما بيطلعش هرمونات. من ضمن الهرمونات اللي ممكن تطلع من هذا الانترميديت لوب بتاع البيتيوتري، مش راح انسى هذا الهرمون، مش ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون من اسمه مثل الاندوكراين ان الاسم مفتاح عنوان للجواب. ميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون يعني هرمون بيزود الميلانين بيجمنت بيغمق الجلد. المعلومات دي مش مهمه قوي يعني، لكن اللي مهم جدا واللي هندرسه ان شاء الله في المستقبل هو ان احنا عندنا الادرينال كورتكس بيشتغل عليها هرمون بيجي من الانتيريور بيتيوتري ان شاء الله ندرسه اسمه الـ STH بعد قليل هنتكلم عليه دلوقتي. اسمه ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون جاي من الانتيريور بيتيوتري ورايح يشتغل على الادرينال كورتكس عشان يطلع منها الكورتيزول. احنا لقينا الـ STH ده يا دكتورنا العزيز له مش افكت يعني يشبه الميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون في تاثيره، يعني اذا زاد يا دكتور اذا زاد هيعمل ايه في الجلد؟ هيغمق الجلد برضه، هيعمل بيجمنتيشن في الجلد. هتلاقي المريض وهو صغير ولا في الفتره قبل الاصابه بالمرض اللي زود له الاس تي اتش ده كان ابيض، ما تعرفش كده هو لونه اتغير وبقى اسود ولا راح مصيف ولا بيقف في الشمس
ولا في اي حاجه سببت غمقان الجلد من الحاجات الطبيعيه اللي احنا عارفينها، اشك على طول ان في اس تي اتش عنده زياده، لان الاس تي اتش ده شبيه بالماش له تاثير الميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون، دي التكه الصغيره اللي على الانترميديت لو. وطبعا الاس تي اتش ده هندرسه ودوره مهم قوي في ديزيز اسمه اديسون ديزيز، كلام طبعا سابق لاوائل كتير. Anterior pituitary. لها اسم تاني anterior pituitary. Anterior pituitary. Adenohypophysis. Adenohypophysis. ال anterior pituitary يا دكاترة لها ثلاث أنواع من الخلايا. Three types of cells. الخلايا الام البريكيورسورز او الستيم سيلز اسمها كروموفورز، ودول 50% من الخلايا اللي موجودين في الانتيريور بيتيوتري، دي الخلايا الام المذر سيلز. اللي بعدها هيبقى الفا سيلز 40% من الخلايا، وبيتا سيلز 10% من الخلايا. الفا سيلز او الاسيدوفيلز وبيتا سيلز او البيزوفيلز. الالفا سيلز بتنتج هرمون محترم اسمه الجروس هرمون والبرولاكتين، ودول شرحهم جاي بالتفصيل. ومن اهم هرمونات الانتيريور بيتيوتري الجروس هرمون والبرولاكتين. البيتا سيلز يا دكاتره او البيزوفيلز بتطلع لي هرمونات اخرى، من ضمن هذه الهرمونات نركز بقى في التسميات ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. ثايرويد ستيميوليتنج هرمون هنعرف عنه دلوقتي، ده احنا جايين برضه ندرسه كمان شويه بالتفصيل. ثايرويد ستيميوليتنج هرمون له اسم اخر بدل الثلاث كلمات دول، اتفقنا ان الامريكان بيحبوا الاختصار قوي فنقول عليه سيروتروبين، او بنكتبه كده تي اس ال في اي مكان. في اي مكان، في بريطانيا هتدرس الطب، في المانيا هتدرسيه، في اليابان يا دكتور انت العزيز هتدرسه في ابو كبير، هتلاقي تي اس اتش معناه سيرويد ستيمولاتنج هرمون. تي اس اتش رمز علم علم في اي مكان، تي اس اتش معناه ثايرويد ستيمولاتنج هرمون، مفيش اختصار في الطب تاني تي اس اتش. هرمون اخر منبه للادرينال كورتكس عشان تطلع هرمونات اسمه كده ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون، اختصارا كورتيكو تروبين. الثالث اسمه جونادو تروبين. جونادو تروبين زيدول يا دكاترة اللي هم الـ FSH والـ LH هندرسهم دلوقتي فلا تقلقن. يلا ما تنساش هرمونات الانتيريور بيتيوتري، انت بتتعرف معايا دلوقتي على هرمونات الانتيريور بيتيوتري جروث هرمون وبرولاكتين خارجين من الالفا سيلز اسيدوفيلز من الانتيريور بيتيوتري. TSH ACTH والجونادوتروبينز اللي هم ال FSH وال LH بعد شويه هيبان الجواب جاي لك يا دكتور يعني ايه هم وبيعملوا ايه هناخد فكره عنه. الهرمونات الاربعه دول TSH و ACTH و FSH و LH واختصارات لاشياء هنحكيها كمان شويه، الاربعه هرمونز دول بيخرجوا من البيتا سيلز او البيزوفيلز بتوع الانتيريور بيتيوت. يعني دي يا دكتور هرمونات الانتيريور بيتيوتري. ايوه بس الهرمونات دي ما تطلعش من مكانها ابدا الا اذا جالها الامر من فوق من اداره اعلى من قائد اعلى، يجي لها الامر تتحرك تطلع، ما يجيلهاش الامر ما تطلعش. محتاجه منبه للخروج، محتاجه سيطره عليها من الهايبوثالامس.
ولذلك قبل ما اعرف ايه هما الهايبوثالاميك فاكتورز اللي هتوصل من الهايبوثالاموس الى الانتيريور بيتيوتري، لابد اعرف ايه الرابط ما بين هذه الهايبوثالاموس وما بين الانتيريور بيتيوتري. الرابط بتاعنا ده يا دكاتره رابط فاسكولار. هو حد يذكرني الرابط في البوستيريور بيتيوتري مع الهايبوثالاموس كان رابط نيرفس ونفس التسميه هايبوثالامو هايبوفيزيال نيرفس تراكت، ده مع البوستيريور بيتيوتري. اما مع الانتيريور بيتيوتري فالرابط فاسكولار كونكشن. عند البيزو في هايبوثالاموس هنلاقي فيه كابيلاري، وبعدين في الانتيريور بيتيوتري هنلاقي فيه كابيلاري كمان كابيلاري بليكسس. واي دوره دمويه بدايتها كابيلاري نهايتها كابيلاري بنسميها بورتال، ولذلك يا دكتورنا بنقول عليها هايبوثالامو هايبوفيزيال بورتال سيركيليشن. في رابط فاسكولار كونكشن بين ذا انتيريور بيتيوتري اند ذا هايبوثالاموس. الرابط ده يا دكتورنا portal circulation vascular connection. الهايبوثالاموس ده nervous system، جزء من nervous system. هنلاقي هنا neurons short neurons قصيرة، دي neurons اللي هتطلع factors. الفاكتورز دي تمشي في البلط وتوصل للانتيريور بيتيوتري فتؤمر الانتيريور بيتيوتري سيلز بالاوامر المختلفه. تعال نشوف ايه هم الهايبوثالاميك فاكتورز اللي هيطلعوا من الهايبوثالاموس ياخدوا طريق الفاسكولار علشان يوصلوا للانتيريور بيتيوتري فيدوا اوامر لهذه الانتيريور بيتيوتري بخروج الانتيريور بيتيوتري هرمونز ولا بعدم خروج الانتيريور بيتيوتري هرمونز. هذا ما سنراه بعد فاصل قصير نتكلم فيه عن الهايبوثالاميك فاكتورز. هايبوثالاميك فاكتورز يا دكتور شكرا لو فاصل قصير مده اعلان يعني اقل من 30 ثانيه فاصل ربع ساعه بس. هايبوثالاميك فاكتورز اما ريليزنج فاكتورز يا دكاتره او انهيبيتنج فاكتورز. يا ريليزنج فاكتورز يا رايحه محفزه لخروج الانتيريور بيتيوتري هرمونز، امره لخروج الانتيريور بيتيوتري هرمونز، او انهيبيتنج فاكتورز طالعه تقول لي الانتيريور بيتيوتري هرمونز او بعضها ما تطلعيش، مش عايزينك دلوقتي، احنا عايزينك ما تطلعيش. احفظهم ازاي دول؟ ده في غايه السهوله جدا لو حفظت الانتيريور بيتيوتري هرمونز فالهايبوثالاميك فاكتورز خلصت. تعال نبص بس كده على الهرمونات بتاعتنا. كان في هرمون من الانتيريور بيتيوتري اسمه تي اس اتش او سيروتروبين. خلاص ده اسمه سيروتروبين ده اللي خارج من الهايبوثالاموس. ما تلخبطش ربنا يخليه. ريليزنج فاكتور في الطب برضه اسمه تي ار اف سيروتروبين ريليزنج فاكتور. انا بتكلم عن هايبوثالاميك فاكتورز. واحد سيروتروبين ريليزنج فاكتور. يبقى يا دكتوره يطلع السيروتروبين ريليزنج فاكتور هنا بيطلع من الهايبوثالاموس يمشي في الفاسكولار كونكشن ده في البورتال سيركوليشن يروح للخلايا اللي بتطلع التي اس اتش يؤمرها طلعي يلا التي اس اتش اللي موجود عندك يطلع التي اس اتش ثايرويد ستيمولاتنج هرمون. مش هيطلع الثايرويد ستيمولاتنج هرمون من الانتيريور بيتيوتري لو ما وصلوش المنبه المحفز الاستيمولاس اللي اسمه سيروتروبين ريليزنج فاكتور من الهايبوثالاموس. الهرمون الثاني كان اسمه الـ ACTH اختصارا كورتيكوتروبين. خلاص ده اسمه الكورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور واختصاره CRF كابيتال كده كورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور.
مش هيطلع الـ ACTH يا دكتورنا العزيز أدرينو كورتيكوتروفيك هرمون من البيتيوتري إلا إذا جاله المنبه كورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور من فوق أمر، مش هتحرك إلا بأمر، هات لي الأمر أطلع أتحرك على طول. كورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور أمر من هايبوثالاماس يطلع الـ ACTH من الأنتيريور بيتيوتري. ثلاثة، أنا هو نحفظ إيه ولا إيه؟ أبص جونادوتروبينز اللي هم الـ FSH والـ LH يبقى جونادوتروبين ريليزنج فاكتور. كتب كانت بتعمل حاجة لطيفة ظريفة قوي، كانت تكتب نفس الهرمونات دي. أنا نسيت يا ربي جونادوتروبين ريليزنج فاكتور ولا كورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور، أنا فاكر. طب أنت مش فاكر الأنتيريور بيتيوتري هرمونز؟ مش فاكر ان حاجه اسمها تي اس اتش؟ ضيف جنبه ار اف سايتوتروبين ريليزنج فاكتور. يا سيدي انا نسيت خلاص، مش هسافر تي اس اتش، اكتب جنبه الار اف، يعني تي اس اتش ريليزنج فاكتور اللي هو سايتوتروبين ريليزنج. هو يبقى اول هرمون سايتوتروبين ريليزنج فاكتور خارج من الهايبوثالاماس اللي هيطلع الاي سي تي اتش اللي اسمه كورتيكوتروبين، بسميه كورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور. اللي هيطلع الجونادوتروبينز من الانتيريور بيتيوتري الاف اس اتش والال اتش اسمه جونادوتروبين ريليزنج فاكتور. طب الجروس هرمون، هرمون النمو بتاع الانتيريور بيتيوتري اللي يطلعه يا دكتورنا العزيز اسمه كده، بص جروس هرمون ريليزنج فاكتور. الجروس هرمون ليه اسم اخر زي ما ان شاء الله هنعرفه لما ندرس الجروس هرمون. خلي بالك انت دلوقتي بتتعرف على الهرمونات اللي هتدرسها، ففي المعرفه في البدايه صعبه، لكن لما تدرسها تفصيلا كل واحد تتكلم عليه بتلاقي الموضوع خلاص بسيط. الجروس هرمون ليه اسم تاني اسمه سوماتروبين، فيسموه سوماتروبين ريليزنج فاكتور او جروس هرمون ريليزنج فاكتور. مش هيطلع هرمون النمو يا دكتوره، مش هيطلع الا اذا طلع الجروس هرمون ريليزنج فاكتور من الهايبوثالامس. الهرمون ده بقى له كمان جروس هرمون انهيبيتنج فاكتور، له اسم وحيد اسمه سوماتو ستاتين، ستاتين ستاتيك يوقف ستاتيك ستاتين جروس هرمون انهيبيتنج فاكتور. ده هرمون بيطلع برضه من الهايبوثالاماس بيوقف انتاج الجروس هرمون، بيقلل انتاج الجروس هرمون، بيأمر البيتيوتري ما تخرجيش الجروس هرمون. البرولاكتين هرمون، هرمون رضاعه، هذا البرولاكتين هرمون له لقينا من الهايبوثالاماس بيطلع له هرمون او فاكتور اسمه برولاكتين انهيبيتوري فاكتور، برولاكتين ريليز انهيبيتوري فاكتور بيسموه احيانا الليوتروبين خارج من الهايبوثالاماس. في هرمون اسمه ميلانوستاتين بيقلل الام اس اتش ريليز. يبقى دي كده يا دكاتره الهايبوثالاميك فاكتورز والانتيريور بيتيوتري هرمونز. عشان نحفظهم بسهوله يبقى لابد نتكلم عن كل واحد بشيء من anterior pituitary hormones. ومع اول anterior pituitary hormones واحد وهو TSH thyroid stimulating hormone، له اسم تاني thyrotropin
من الاسمين دول هجيب الوظيفه بتاعته، اجيب الفانكشنز. انا ما بحفظش احفظ زياده ليه؟ اسمه ثايرويد ستيميوليتنج هرمون. انا بدرس دلوقتي يا دكتورنا العزيز الانتيريور بيتيوتري هرمونز، فهو خارج من الانتيريور بيتيوتري من البيتا سيلز بيزوفيلز. شكرا، ماشي. من اسمه الاولاني تي اس اتش، الفانكشن الاولانيه، وهو انه ثايرويد ستيميوليتنج هرمون ستيميوليت ذا جروس اند ديفلوبمنت اوف ثايرويد. ده اللي بينمي ويكبر الثايرويد ويخليها تعمل فورميشن اوف ثايرويد هرمونز. يبقى تي اس اتش ده ثايرويد ستيميوليتنج هرمون، ده المنبه للثايرويد جلاند، احد الاندوكراين جلاندز الهامه جدا انها تطلع الثايرويد هرمونز. اسمه كمان ثايروتروبين. كلمه تروبين جايه من او تروفين، تروفيك يعني يبني، تروبين يعني يبني، ثايروتروبين يعني اللي بيبني الثايرويد، اللي بيكبر الثايرويد، اللي بيخليها تطلع هرموناتها. ده المنبه اللي هيخلي الثايرويد جلاند تطلع الثايرويد هرمونز. لما نتكلم عن الكنترول بتاعه بنتعرض لحاجه اسمها فيدباك ميكانيزم. ونفهم بقى يعني ايه فيدباك ميكانيزم. ناخد لقطه عن الفيدباك ميكانيزم ونعرف كم هي سهله، بس احيانا التعبير عنها ما بيبقاش بصوره جيده، فبنتخض اول ما نسمع كلمه فيدباك ميكانيزم وهي ابسط من البساطه نفسها. فيدباك ميكانيزم كترجمه حرفيه يقول لك يعني تغذيه راجعه. تغذيه راجعه ركز معايا. بيقول لك يا دكتور اذا زاد الثايرويد هرمونز في البلط زي الهرمون اللي اسمه ثايروكسين اللي هو تي 4 ده، لو زاد في البلط ارتفع عن النورمال زاد، فشيء من الريجوليشن بيحصل عشان هو يرجع للنورمال مره ثانيه، يبدا يرجع ثاني للنورمال، زاد عايزينه يقل. ريجوليشن في الجسم فيسيولوجي يعني الحاجه لو زادت طلعت عملت اكشن معين وزادت وبدات تزيد في البلط، لا مش هتدنها تزيد لما لا نهايه، لازم ترجع تقل تاني. فبص بقى الفيدباك ميكانيزم ده، لما يزيد الثايروكسين يا دكتور يقوم يبقى له نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الانتيريور بيتيوتري، يعني يقلل خروج التي اس اتش من الانتيريور بيتيوتري، ويبقى له نيجاتيف فيدباك ميكانيزم على الهايبوثالاموس. لما البلانت يعدي على الهايبوثالاموس نلاقي فيه ثايروكسين كتير، يقوم التي ار اف كمان يقل خروجه. فتخيل التي ار اف يقل خروجه، فبالتبعيه كمان التي اس اتش يقل خروجه، فيرجع الثايروكسين ينظبط تاني في البلاد ويقل للنورمال تاني. بالعربي اذا زاد الهرمون في البلاد اللي اسمه الثايروكسين دوت، لو زاد لازم يرجع يقل تاني. طب يقل تاني ازاي؟ تعالى للمنبه اللي كان بيطلعه وهو يقلب. اذا زاد الثايروكسين دكتورنا الغالي ياثر على الهايبوثالاموس فيقلل التي ار اف، وايضا بياثر على البيتيوتري ويقلل التي اس اتش، واصلا بتاثيره على الهايبوثالاموس ما بيتبعش البيتيوتري الهرمون بتاعها ما يطلعش، يقل يعني، فبالتالي يرجع يقل الثايروكسين مره اخرى. ده اسمه ايه؟ اسمه نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. هو نيجاتيف ليه؟ لان كان في زياده في الثايروكسين، وبعد شويه الثايروكسين بعد الزياده حصل لها انها مش زادت اكتر، لكن نسميه بوزيتيف، لا ده قلت، الثايروكسين كان زايد رجع قل تاني. بيسموا تاثير زياده الثايروكسين على الهايبوثالاموس اندايركت نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. وكان كلمه اندايركت دي يا دكتور بحبر سري ترمز الى الهايبوثالاموس، تاثير هذا الهرمون اللي خارج من التارجت جلاند على الهايبوثالاموس بنقول عليه اندايركت نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، لان لسه محتاج وسيط تاني، لما يقل التي ار اف يرجع يقل التي اس اتش، فبعد كده يقل السيروكس. تاثيرها على الانتيريور بيتيوتري لا، ده بيسموه دايركت نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. بالله عليك لما نكرر الكلام ده دلوقتي ثلاث اربع مرات مع هرمونات مختلفه، لا ده المعلومه تثبت ان شاء الله وما تطلعش. ده اسمه كنترول ريجوليشن او فيدباك ميكانيزم.
زاد الثايروكسين لاي سبب والعكس صحيح. بس ما بحبش اشرح العكس لان العكس هيلخبطك. تحفظ حاجه والعكس صح. اذا زاد الثايروكسين في البلط والله الثايروكسين زيادته في البلط هتؤدي الى نقص التي ار اف سيروتروبين ريليزنج فاكتور. ونقص الثايروكسين ثايرويد ستيمولييتنج هرمون او تي اس اتش من الانتيرو بيتيوتري فيرجع الثايروكسين يقل تاني للبلط. دي اسمها ريجوليشن او اسمها نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. الحاجه الثانيه في الكنترول نيورال ريفلكسز. في بعض النيورال ريفلكسز او النيرفس ريفلكسز ممكن تاثر على خروج السيروتروبين ريليزنج فاكتور. ونشوف الهرمون رقم 2. الكلام يتكرر والرسمه بتاعتنا ثابته. الكلام يتكرر والرسمه بتاعتنا ثابته. دكتورتنا الغاليه ما تنسيش ان احنا بنتكلم عن ثلاث محطات. اول محطه اسمها هايبوثالاموس، ثاني محطه اسمها انتيرو بيتيوتري، ثالث محطه اسمها التارجت جلاند الاندوكراين جلاند او الجلاند اللي هتطلع الهرمونات اللي احنا بنتكلم عليها ماشيه بقى في البلد تبدا تؤثر وتروح للتيشوز وتشتغل عليها. يبقى احنا بنتكلم عن ثلاث محطات ومع الهرمون رقم 2 ACTH. ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون او له اسم تاني يا دكتوره هو لسه ايه ده اربع كلمات كلمه واحده كورتيكوتروبين. كورتيكوتروبين ودكتوره تقول انا ما بحبش الحفظ. ماشي يا دكتوره العزيزه ما بتحبش الحفظ يبقى بقى خلي نار نشغل الجمجمه شويه والفهامه تشتغل شويه وتطلع من الهرمون دوت وظيفته من اسمه كورتيكوتروبين. يبقى ده اللي رايح منبه للادرينال كورتكس عشان تطلع الهرمونات بتاعتها. يبقى المحطه بتاعتي الاولى هايبوثالاموس، الثانيه انتيرو بيتيوتري، الثالثه هتبقى الادرينال كورتكس. وخلي بالك دكتورنا الغالي بتعامل مع الادرينال كورتكس على انها جلاند والادرينال مضله جلاند ثانيه. ادرينال كورتكس يبقى الوظيفه الاولى للفانكشنز من العنوان stimulate development and growth of adrenal cortex. ان شاء الله لما ندرس الادرينال كورتكس هنعرف انها مكونه من ثلاث طبقات. بعتبر كل طبقه منهم جلاند بتطلع هرمونات مختلفه عن الطبقه التي تليها. ثلاث طبقات والطبقه منهم بنسميها زونا يعني اريا مكان زونا. هذا الـ ACTH اللي طالع من الـ anterior pituitary يا دكتورنا العزيز بيعمل stimulation للـ adrenal cortex بطبقاتها المختلفة ما عدا طبقة منها اسمها zona glomerulosa. الزونا glomerulosa دي بتطلع الالدوستيرون عشان نخلص يعني. فيقول لك يا دكتور ده الـ ACTH بيأثر على الـ adrenal cortex عشان تطلع الهرمونات بتاعتها ما عدا هرمون اسمه الالدوستيرون لان انا ما باثرش على الطبقه دي بتاعت الزونا جلوميرولوز. امال ايه الهرمونات اللي انت بتطلعها؟ اكتبها عشان كتابك مش كاتبها. كورتيزول اسمه كده العمده عمده الهرمونات اللي هنتكلم عليه. ده احنا لو طلعنا بس السنه دي وعرفنا ايه الكورتيزول وايه الانسولين وايه الثيروكسين يبقى يساعدك يا هناك. كتر خير شكرا. كورتيزول هو في حد ما بيستعملش الكورتيزول النهارده؟ ده انا لازم اعرف الهرمون ده ان شاء الله لما نوصل له العمده ده بتفاصيله المختلفه لان الصيدليه لو حد فيكم فاتح صيدليه او بيشتغل في صيدليه بالليل كده هو فتره مسائيه يعني يحسن الدخل بتاعه. فالكورتيزول ده يا دكاتره هيلاقي الصيدليه كلها كورتيزول اقرص وحقن ودهانات كريمات و كورتيزول هو كورتيزول. ال ACTH ده يا دكتور الانتيرو بيتيوتري عشان ما نسرحش في الكورتيزول مش وقت دراسته احنا بنتكلم عن الانتيرو بيتيوتري هرمونز. هو ال ACTH ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. ال
برضو في فانكشن للاسي تي اتش انه له مش افكت ميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون، يعني لو زاد يغمق الجلد يغمق البشره، وله فات موبيلايزنج افكت ايضا حارق للدهون لايبوليتيك افكت. كنترول، كنترول اروح ارسم الرسمه في مخي ثلاث محطات، الهايبوثالاموس بتطلع الكورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور، وده لما يطلع عن طريق الهايبوثالامو هايبوفيزيا بورتر سيركوليشن يأثر على الانتيريور بيتيوتري فيطلع الاس تي اتش هرمون رقم 2، وده المنبه اللي يمشي في البلاد ويروح للادرينال كورتكس عشان تطلع الهرمونات بتاعتها، وعلى راسها بنتكلم عن العمده الكورتيزول، مش كورتيزون، لا كورتيزون ده اللي موجود في الصيدليه، انما كورتيزول ده اللي طالع من جسمي. ولذلك فيدباك ميكانيزم في الكنترول، ده انت العبقري، بنعيد كلاكيت تاني مره علشان الناس اللي ما استوعبتش الكلام في اول مره ان شاء الله تستوعبه في تاني مره. لو زاد الكورتيزون في البلد يرجع يقل تاني، ده ريجوليشن يعني كده، لو زاد يرجع يقل، يقل ازاي؟ نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، اما اندايركت مش مكتوبه يا سيد اكتبها على الهايبوثالاموس، ما هو كلمه اندايركت في الموقف الحرج ده معناها هايبوثالاموس، يعني قلل الكورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور، وانا اذا قللت الكورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور فهقلل الاي سي تي اتش وارجع للكورتيزون، وكمان ليه تاثير على الانتيريور بيتيوتري، بقلل الاي سي تي اتش، فاذا قلل الاي سي تي اتش هيقل الكورتيزول، يبقى الكورتيزول هنا يقل ويرجع تاني يقل في البلد. فيدباك ميكانيزم، لا لا بنسمي، لا حبيب قلبي بنسمي التاثير على الهايبوثالاموس اندايركت، لا التاثير على البيتيوتري بنقول عليه دايركت، بنسميه دايركت لانك هنا مفيش وسيط، انت رايح على الجلاند اللي بتطلع الاي سي تي اتش على طول. لا مش مساله عن طريق وسيط، الشغل على الجلاند اللي اسمها الهايبوثالاموس في سكه في الوسط، في جلاند في الوسط لسه هنعدي عليه اسمها الانتيريور بيتيوتري بنسميه الاندايركت، اما الشغل على البيتيوتري خلاص هنا مفيش، فيه هنا هو في جلاند في الوسط ثانيه فبيسموها دايركت. اما الدايركت والاندايركت هتتقال في المقدمه وهتتشرح تاني، لكن احنا بنقولها لك ان هو مش مطلوبه منك تقول دايركت واندايركت، مش مطلوبه منك انك تعقد نفسك، تاثيره على الهايبوثالاموس وله تاثير ايضا على الانتيريور بيتيوتري، بس انا اذا اثرت على الهايبوثالاموس بالتبعيه هاثر على البيتيوتري. يبقى اول في الكنترول عشان الناس اللي سرحت مني رقم واحد بنتكلم عن الفيدباك ميكانيزم، وده كلاكيت تاني مره بأعيد الشرح فيها تاني مره، فيدباك ميكانيزم اذا زاد الكورتيزول اللي خارج من الادرينال كورتكس فمعناها يقل الكورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور من الهايبوثالاموس، وهيقل الاي سي تي اتش اللي جاي من الانتيريور بيتيوتري فيرجع يقل الكورتيزول مره ثانيه، والعكس صحيح، يعني افرض الكورتيزول ده قل في البلد يبقى عايزين نخرجه، يطلع من ان الكورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور يزيد وبالتالي الاي سي تي اتش هو رافر يزيد وبالتالي يرجع الكورتيزول هو رافر يزيد، ده برضو نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. اتنين من ضمن الكنترول نيورال، الكورتيزول يا دكتورنا العزيز بنسميه انتي ستريس هرمون، هرمون مواجهه الازمات يا دكتورتنا الغاليه، هرمون مواجهه الازمات، انتي ستريس هرمون، نعمه الصديق، يعني في الازمات ممكن زمايلك ما تلاقيهمش انما الكورتيزول هتلاقيه ويروغ منك كما يروغ الثعلب، تيجي تحتاج الصديق في وقت الضيق ما تلاقيهوش انما الكورتيزول هتلاقيه ان شاء الله موجود، يعني ان شاء الله. في حالات الاستريس، وكلمه الاستريس دي احنا دايما في الطب كده احنا واحنا صغيرين نترجمها يعني النرفزه، الامور العصبيه، لا ده اي حاجه اسمها ده الاوبريشن العمليه الجراحيه اسمها ستريس، بين الم ده اسمه ستريس،
فكلمه الاسترس هنا يا دكتورنا العزيز هيموريدج النزيف اسمه ستريس. اي موقف طارئ بسميه ستريس. يطلع كورتيزول، يطلع الكورتيزول من نفسه كده؟ لا ما بيطلعش من نفسه. لا لازم المنبه الاول من فوق المحطه الاولى تشتغل تطلع. مش عايز اجابه جماعيه بس يعني. كورتيكوتروبين ريليزنج فاكتور. وما يطلعش الاس تي اتش الا لما يجي له امر من الهايبوثالامس، فيطلع الاس تي اتش من الانتيريور بيتيوتري عشان رقم ثلاثه يطلع كورتيزول وينقذ الموقف انتي ستريس هرمون. ثلاثه احنا درسناها، قلنا ان الاي دي اتش بيطلع الاس تي اتش عن طريق انهي ريسبتورز؟ بي 1 بي بي بيتيوتري. فربطناها كده. جونادوتروبينز من العنوان جونادوتروبينز اللي خارجه من الانتيريور بيتيوتري للازرقاء. جونادوتروبينز دي بتعمل على الجوناتس، دي المحطه بتاعتها التاليه هي الجوناتس، وتروبين يعني جروس، يبقى دي اللي بتعمل جروس and stimulation of the gonads to secrete their hormones. والجونادز يعني ovary in female وتستس in male. والجونادز دي endocrine glands بس مش بندرسها في الاندوكرينولوجي، هندرسها في الريبرودكشن. الجونادز دي endocrine glands يعني الناس اللي بيتخصصوا الاندوكرينولوجي لا مالناش دعوه بالجونادز، لا 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 ده endocrine glands داخله في الاندوكرينولوجي معانا، بس انت هتدرسها ان شاء الله في البرودكشن في برانش تاني. جونادوتروبينز يا دكاتره نتكلم على الثلاث محطات سريعا من الهايبوثالاموس. والله اللي انا اعمله ان انا اروح كاتب الانتيرو بيتيوتري هرمون واروح حاطط جنبيه ار اف واتوكل على الله. اسمه جونادوتروبين ريليزنج فاكتور، يعني ده المنبه اللي هيطلع من الهايبوثالاموس علشان يطلع الجونادوتروبينز من البيتيوتري. المحطه رقم 2 من البيتيوتري جونادوتروبينز اللي هم الاف اس اتش فوليكل ستيميوليتنج هرمون والال اتش ليوتينايزنج هرمون. والتسميات متحيزه انثويا، نحن نطالب بالمساواه بالمراه، نحن نطالب بالمساواه بالمراه. فوليكول ستيمولاتنج هرمون، هرمون تسميته انثويه. ما انا خلي بالك يا دكتوره انت هتتكلم عن الفانكشن بسرعه لما اعرف بس العنوان اسمه فوليكل ستيمولاتنج هرمون، يبقى هنا تسمى باسمه في الفيميل على الرغم انه موجود عندنا في الميل برضه. فوليكل ستيمولاتنج هرمون ده من الاسم ستيمولات الفوليكل اوفريان فوليكل، يعني الاوفر يا دكتورنا العزيز في فوليكل اللي هي بتبقى موجوده فيها الاوفر اللي هي المفروض اللي بيحصل لها رابتشر في اليوم ال 14 من السايكل عشان تطلع الاوفر دي تلتقطها الفالوبيان تيوب. دي اسمها فوليكل، هذه الجريفيان فوليكل او الاوفيريان فوليكل دي اللي بيعمل ستيميوليشن لهذا الجروس اوف فوليكلز هو الفوليكولر ستيميوليتنج هرمون. ده بيعمل جروس للفوليكلز يعني بينميها ويكبرها، فوليكل صغيره لفوليكل اكبر شويه لفوليكل اكبر لغايه ما نوصل للفوليكل الكبيره اللي هتنفجر. هو ده اللي بينمي ويكبر الفوليكلز، فوليكل ستيميوليتنج هرمون. عشان تطلع هذه الفوليكلز تطلع هرمون اسمه الاستروجين. خلي بالك جونادوتروبين ريليزنج فاكتور من فوق هايبوثالامس، جونادوتروبين اللي هو اف اس اتش من البيتيوتري
استروجين من الفوليكلز اللي موجوده في الاوفري. طب ده وظيفته في الفيميل من اسمه جروس اوف فوليكلز، ستيميوليت الجروس اوف فوليكلز عشان تطلع استروجين. امال وظيفته الميل، الميل ده خطير، له علاقة مهمة بالسبرماتوجينيسيس، تصنيع السبرم، وبيشتغل على خلايا سيرتولي، سيرتولي سيلز عشان تطلع هرمون اسمه استراديول او استروجين. استروجين اميل، ايوه استروجين اميل له دور. ال LH اسمه اليوتينايزنج هرمون، وكلمة اليوتينايزنج يعني المصفر، يعني اللي هيخلي الفوليكلز دي يحصل فيها اوفيوليشن، تبويض، يعني تنفجر هذه الفوليكل وتخرج الاوفم منها، فالفوليكل دي تبقى في الاوفري وتتحول الى الجسم الاصفر اسمه كوربس ليوتيا، ليوتيا ليوتينايزنج هرمون. الليوتينايزنج هرمون يعني الهرمون اللي هيكون الكوربس ليوتيا. هو ايه الكوربس ليوتيا؟ ايه الجسم الاصفر ده؟ هو الفوليكل اللي كان من شويه موجوده فيها الاوفا، بس هو خلاها يحصل فيها اوفيوليشن، تبويض، يعني تسيب الاوفم بقى، تطلع الاوفم من الفوليكل. طب والجسم اللي هيدنيه ده، الفوليكل اللي موجوده بعد خروج الاوفم دي تتحول لجسم اسمه الجسم الاصفر كوربس لوتيا، يطلع بروجستيرون واستروجين. ايه ده؟ ظهر البروجستيرون من هذا الكوربس لوتيا، ولذلك انا ما بحفظش ليوتينايزنج هرمون، يبقى ده اللي هيكون الكوربس ليوتيا. ولذلك التسميه برضو تسميه فيميل خاص. الميل له دور، دور خطير جدا. هو يبدا بحرف ال ال اتش، فبيشتغل على لايدك سيلز، وايه لايدك سيلز دي يا رحمه؟ دي اللي بتطلع التستوستيرون بس، هرمون الذكوره. يبقى مهم الميل ومهم انف كنترول. لقينا السمول دوز اوف استروجين، لو الاستروجين كانت كميته صغيره قوي قوي قوي، اس سمول دوز اوف استروجين اس اس استيميوليت الاف اس اتش سكريشن، بينما اللارج دوز اوف استروجين الشيء اذا زاد عن حده يقلل الاف اس اتش سكريشن. نيجاتيف فيدباك ميكانيزم. زياده البروجستيرون يا دكتورنا العزيز بكميه كبيره بتقلل ال اتش. اكتب جنب المعلومه دي معلومه هامه استخدمناها في تصنيع اكتداسيه حبوب منع الحمل، مش مكتوب، اكتب زياده زياده البروجستيرون يا دكاتره لقيناها بتقلل ال ال اتش سكريشن، وال ال اتش ده اسمه هرمون التبويض، ده اللي بيكون الكوربس لوتيا، يعني تنفجر الفوليكل ويطلع الام فيبقى اسمه كوربس لوتيا. ده هرمون التبويض دوت لقيناه بيقل لما البروجسترون يزيد، فقلنا قال لها فكره والله، طب احنا عايزين المدام اللي مش عايزينها تحمل دي، طب ما نديها اقراص من البروجسترون او حقن بروجسترون، بحيث ان البروجسترون ده يبقى لارج دوز فيعمل انهبيشن للال اتش عندها، فما يحصلش تبويض ابدا، ما يحصلش اوفوليشن، ما يحصلش حمل. يبقى دي فكره الكونتراسبتيف بيلز. دلوقتي بقى هو البروجستيرون هو ده عباره عن حبوب منع الحمل، عباره عن بروجستيرون. نصيحه للفينيل والميل، والله الاسترس بيقلل الجونادوتروبين ريليزنج فاكتور، الايموشنال ابسس، العقد النفسويه ومشاكل الاسترس وشيل الهم والغم،
اصل انت خلي بالك الكلية بتاعتنا يبقى مدتها 6 سنين وسنتين قالوا لنا كده، فهي في الاخر يعني 6 سنين هم وقرف، بس بعد كده اول ما تخلص يعني وتبقى اتعودت على الهم والقرف، بيظل الهم والقرف بس الفارق انت اتعودت عليه، يبقى في نوع من اللي هو بيسموها التعود يعني التأقلم خلاص يعني. فاحنا بنتكلم على نقطه مهمه يا دكاتره، وهي ان احنا لقينا ان ممكن الاسترس ده يمنع المينستر والسايكل عند الفيمي، يوقف المينستر ويشن. ازاي يا دكتور؟ يا ابني الاسترس دوت بيقلل الجونادوتروبين ريليزنج فاكتور، ده بيجي على المحطات الثلاثيه دي ويجي على المحطه الرئيسيه ويعملها انهبيشن على الجونادوتروبين ريليزنج فاكتور جنب الهيبوثالاموس، لو سمحت انهبيشن توقف فيقل الجونادوتروبينز وبالتالي يقل الجونادال هرمونز وابدا يحصل لخبطه منسترال سايكل، يحصل فيها ستوبج بيسموها لو تحب تكتبها يعني امينوريا، يعني ستوبج اوف منسترال سايكلز. تخيل مثلا في واحده مدام عندها 10 عيال وبعدين شكت بقى ان هي خايفه ان هي تكون حامل في العيله ال 11، ما هو احنا دايما يردولنا المأساة بقى الست نفسها عيل الاسره دي هتموت عايزه بيبي، لا طب ولو هي عندها 10 عيال يعني فالبيبي اللي جاي ده هي هتموت السكته اللي بيت لو جه لو في حمل. فاحيانا الخوف من الحمل عند الستات دول يعني يوقف المنستريشن، يوقف المنستريشن سايكل، لانه ستريس يا شباب شيل هم وستريس وقف المحور ده بيضرب هذه المحطات الجونادوتروبين ريليزنج فاكتور يقل. فنصيحه اخويه يعني انك تاخد الامور كده بسلاسه وبساطه، ما تاخدش الامور على اعصابك، بس في ناس بتفهم الكلام زي ما هي عايزه، بمعنى بقول لك ما تاخدش الامور على اعصابك معناها اذاكر بقوه بس في نفس الوقت يعني اخلي دماغي كده هو دي اخبار ربنا بقى، والله التوفيق ده من عند ربنا، اخلي كده الحياه لذيذه وسهله بس اذاكر قوي عشان اقلل الاسترس. انما في ناس يا عم كبر دماغ يعني ايه؟ ما تذاكرش بقى، كبر دماغ يعني ما تذاكرش، ذاكر مش كل شيء اذا ذاكر على حد ينقل ضده، الواحد لو ذاكر كتير هيسقط كده. لايبوتروفين هرمون، لايبوتروفين ايه لايبوتروفين ده؟ ده هرمون بيخرج من الخلايا اللي بتفرز الـ ACTH، وبيبقى معاه كمان بيخرج اندورفين اللي هو الاوبيويد الافيونات اللي اتكلمنا عليها، والمش اللي هو الميلانوسايت ستيمولاتنج هرمون. واللايبوتروفين ما نعرفش وظيفته ايه اصلا، بس يكفي انه بيخرج معاه الاندورفين الماده الافيونيه دي اللي بتعمل دماغ اللي هي انالجيسيك اللي بتسكن الالم. شكرا. القصة اللي جاية في غاية الخطورة، هرمون في غاية الخطورة.